السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ ما في داعي نطول في الموضوع، لايك واشتراك وحركات. فبحكي لكم عن خبر كثير مهم. اليوم فورتنايت قررت تطلع عن صمتها، تكلم بخصوص سكن ناروتو، هل راح يكون في صفقه مع ناروتو او لا؟ ففورتنايت نزلت تغريده وجاوبت على هذا الكلام، للاسف قالت انه ما راح يكون في بينهم، لا بمزح، رسميا راح يكون في تعاقد بين فورتنايت وناروتو. والتغريده قدامكم، نزلتها فورتنايت بكل حساباتها الرسميه وكتبت كامينج سون، ولو تلاحظوا على الصوره مكتوب فورتنايت اكس ناروتو، ومكتوب بليف ات صدق ذلك، ومكتوب تحت تاريخ 16/11، اليوم 11/11 يعني بعد 5 ايام. اي يوم بالتحديد؟ الثلاثاء القادم. الثلاثاء القادم راح يكون في تحديث، فراح يكون مع التحديث ينزل السكن، فبنفس التحديث راح ينزل السكن مع التعاقد هذا فقط ناروتو، لانه هم كاتبين فورتنايت اكس ناروتو، يعني ما كتبوا انميات ثانيه، فراح يكون الثلاثاء القادم راح ينزل سكن ناروتو. بس السؤال القوي، كيف راح ينزل؟ في الشوب بفلوس ولا ممكن يسووا له تحديات ايفنت؟ بس ما دام تعاقد ما راح يكون يعني مجاني، يعني فهمت علي؟ دافعين فلوس عليه يعني، الا اذا عملوا تحديات مثلا لحقيبه مجانيه له، لجلايدر له مجاني مثلا، او شيء اضافي له، ممكن يعملوا له تحديات، ممكن مو اكيد. فبس هذا كان خبرنا، او هذا كان مقطعنا لليوم. حبيت اوريكم انه تسريباتنا اللي طولت بخصوص ناروتو كانت بالنهايه صح، وانهم يتعاقدوا مع ناروتو هذا راح تكون بوابه لعالم الانمي، يعني ناروتو ممكن الفتره القادمه يتعاقدوا مع دراغون بول، مع ون بيس، مع ديمون سلاير وهكذا. فبس اتمنى من كل واحد فيكم استفاد من المقطع وفهم السالفه كلها، انه ينشر المقطع بكل مكان. اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك فيها، فعل زر الجرس، لا تنسى كود ايتم شوب YZYDD، واكتبوا لنا رايكم بالتعليقات، لان راح اشوف كل التعليقات. وبس، ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة.